الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، احنا وصلنا في صحيح البخاري الى عندنا الان الى باب استقبال القبلة في الاستسقاء. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب ثقفيه من ثقات الاسباط قال حدثنا احمد بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري مر علينا هذا الاسناد. قال حدثني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله لو عمه يعني ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره هذا عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة حول رداءه. قال ابو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي وهو ابن يزيد، وزاد فيه أنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة حول رداءه. هذا هو أم غيره؟ هذه فيها سنة أيضا والخروج إلى الصلاة، الخروج إلى الصلاة، وسنة من برز الاستسقاء أن يستقبل القبلة ببعض دعائه، يعني الخطب في الناس وأراد أن يدعو يستقبل القبلة ببعض دعائه، وسنة من خطب الناس معلما لهم وواعظا أن يستقبلهم بوجهه ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة. هو يكلمهم يعظهم يخطب فيهم يعلمهم ثم إذا أراد الدعاء يستقبل القبلة ويدعو. ولذلك اختلف العلماء في التوقيت الذي يحول فيه الإمام يعني يحول رداءه ويستقبل. فمالك اختلف أقوال أصحاب مالك في وقت تحويل الإمام لردائه على أقوال كما بينا قبل ذلك، وكان الأصل فيها هو ما ورد من بعض الشك من بعض الرواة أن هذا كان التحويل الرداء يكون قبل الدعاء أم بعد الدعاء. وعند الخطبة لا يكبر كما يكبر في عيد بل يستغفر، يعني عند الخطبة لا يكبر كما يكبر في عيد، قال بعض العلماء يكبر كتكبيرات العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الشافعي يقول يستغفر لأن الله قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. وفي الحديث أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فيها كما قلنا السنة أن يخرج في الخلاء ليخطب الناس ويعلمهم وأيضا يأمرهم كما قلنا بالصيام والصدقة، وبعد ذلك يدعو يستسقي ويحول رداءه تفاؤلا. والحق أن هذا الأمر اللي تعلموا أن اتفاق العلماء أن الصلاة قبل الخطبة، اتفاق العلماء أن الصلاة قبل الخطبة، وأن تحويل الرداء يكون في الخطبة، يعني يكون تحويل الرداء بعد الصلاة. والتحويل أن يجعل اليمين على الشمال كما بينا قبل ذلك، أو يجعل التنكيس الذي قاله الإمام الشافعي. والصلاة كما قلنا الاستسقاء، يعني لو خطب في الناس فنزل المطر لا يصلي، لو خطب في الناس ودعا ثم بعد ذلك استقبل ودعا فإنه لا يصلي. ولكن نحن نقول أن السنة أنه يصلي قبل الخطبة، يصلي قبل الخطبة، وهو يصلي حتى الاستسقاء ويخطب الناس في هذا الباب. عامة من السنة، هذه السنة تكررت معنا، أنه يصلي قبل الخطبة، وبعدما يصلي ويخطب في الناس يستقبل القبلة، يعني يخطب مستقبلا الناس ثم يستدير فيستقبل القبلة فيدعو ويحول رداءه تفاؤلا. ونسأل الله أن يسقي أمتنا سقاء الإيمان، اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من السنة: حشد الناس للاستسقاء وإظهار الفقر والفاقة والضعف والاستكانة. الفعل يكون بالقول وبالفعل وبالأسماء وبالأيام وبالأحوال. السنة في الدعاء استقبال القبلة. السنة في الدعاء استقبال القبلة.